انتظار حدث ستروتمان يقاتل على الكرة. ستروتمان ينطلق الهولندي الان، الهولندي مرر للكابيتانو عند مايكون، مايكون عرضية فيها هدف، فيها هدف بالفعل يسجل روما. كرة عرضية من مايكون تلامس لاعب فيرونا وتستقر في المرمى. روما واخيرا يسجل بعد معاناة كبيرة لجانلو روسي. ياتي الحل، ياتي الفرج، تاتي كرة التقدم. الروما ياخذ الفانتاجو، يتمكن من اخذ الاسبقيه. مايكون بعد كوره عرضيه للبرازيلي اصطدمت به لاعب فيرونا وغلطت رافائيل. الروما يتقدم لغارسيا. خلاص هذا مكان ينتظره فريق الروما، ومايكون ياتي بالحل. شوف الاعاده توتي في التمرير. مايكون عرضيه اصطدمت الكرة باللاعب كاتشاتوري وغلطت رافائيل لتعلن عن فرحة في مدرجات الأولمبيكو لجماهير جالو روسي. خلاص فريق روما بهذا الهدف أكيد سيتحدى فان باستن بالبطاقة الحمراء. هذا هدف لايتش الآن، لايتش مرة لتوتي، كرة تلعب لبالزاريت الآن، تعود لفرانشيسكو، فرانشيسكو توتي مرر لين لبيانيتش، بيانيتش يسجل هدف على طريقة فرانشيسكو توتي، على طريقة الملعقة يا بيانيتش. تلعب بجوار الكابيتانو، تتأثر بإمكانياته بقدراته. مين اليوم بيانيتش يذكرنا بأهداف الكابيتانو، يذكرنا بكرات فرانشيسكو. يبدع 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 بيانيتش، يسجل هدف ولا أروع ولا أروع من ذلك. كان ذكي، لامح وشاهد الحارس متقدم، وكرة كانت في غاية الروعة، في غاية الروعة يا بوسني. أبدعت وتألقت، تفننت يا بيانيتش، ووضعت الكرة باقتدار في شباك فيرونا. النتيجة الآن 2-0. هي الكوكيايو بالفعل، هي الملعقة. دانييلي دي روسي الآن، دانييلي دي روسي، البيانيتش، بيانيتش عند هدم لايتش، لايتش فيها الثالث، فيها الثالث، فيها الثالث، فيها الثالث، فيها الثالث يا لايتش. الجرانتينو والكرة في المرمى، وهدم لايتش يتمكن من تسجيل أول أهدافه مع روما في الإطلالة الأولى في التواجد الأول لهذا اللاعب. هدم لايتش اللي يتمكن من التسجيل، يبعث رسالة لجمهور الروما بأن آدم سيتألق، بأن آدم لايتش قادر على الإبداع وقادر على إسعادهم، هو قادر على توسيع الفارق، يوسع الفارق من خلال هذه التصويبة الرائعة، من خلال هذه الكرة اللي أغلت الطريق نحو الشباك لتتجاوز الحارس رافائيل، وتعلن عن ثلاثية بديعة لفريق الروما. الروما 3 فيرونا لا شيء. 3-0، 3-0 لصالح روما. الروما